مشروعنا بداية لما إحنا بلشنا نشتغل عليه كنا حابين نشتغل على مرض معين من بين الأمراض ونعالجه طبيعي. فلما بحثنا عن الأمراض وجدنا إنه أكثر الأمراض الشائعة اللي هو مرض هشاشة العظام. طبعا بما إنه إحنا دارسين فود بروسيسنج صناعات غذائية وبنقدر إحنا نعمل جبنة، ليش ما نوفق بين الجبنة وبين مرض هشاشة العظام؟ لأنه بحثنا عن أسباب المرض وعلاجه وإيش أسبابه، كيف ممكن إحنا نعالجه طبيعي عن طريق هاي الجبنة. بدينا نبحث عن مواد طبيعية ممكن إحنا نضيفها لهاي الجبنة وندعم فيها الكالسيوم والمواد اللي موجودة في الأدوية الكيميائية أصلاً اللي إحنا حبينا أصلاً نبدل فيها لنجيب دواء طبيعي. بلشنا نبحث، عملنا خلطات يعني ما بقدرش أعد لك خلطات، لإحنا كتير عملنا خلطات، كل خلطة بتختلف عن الثانية في النسب وفي المواد المحطوطة، لحد ما وصلت عنا خلطة معينة أثبتت إنه إحنا فعلاً نقدر ندعم هاي الجبنة بالكالسيوم والفايتوأستروجين لمرضى هشاشة العظام. العلاج طبعا بخص فيه النساء، أما الوقاية ما هي بنفع يستخدمها الأطفال والرجال والنساء.